الصاروخ، هدف عالمي، هدف جميل، ولقطة لا تتكرر، سجلوها في تاريخ الديربي يا إلهي. التسديدة كلها بهذا الشكل، لأنه جول من أروع ما يكون يا مبيدي، من أروع ما شاهدنا يا مبيدي، هدف مباغت ومفاجئ. أنت سددت صاروخ يا مبيدي، يجب أن نتجاوب مع هذا الهدف لأننا رياضيون، هدف في منتهى الروعة. خلوني نقول من مبيدي من أروع ما يكون. شوف الإعادة مرة ثانية، رغم الكثافة العددية استلمها أوبا با 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 با. صاروخ، نعم صاروخ مباغت، لا يمكنك لا أنت ولا ماير ولا غيره من حراس المرمى ولا النوير ولا غيره من صد هذه الكرة لفائدة الإمام بيدي. ربحت عن التسديدة، تسديدة فريق الرشاد، هدف عالمي هنا في المدينة العالمية والمدينة التي سجلت العالمية لفريق الرشاد أمام فريق بايرن ميونخ الألماني. يستعيد من خلال فريق الرشاد العالمية بنتيجة الانتصار على حساب الكوكب المراكشي وبهدف عالمي.